إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى بحكمته يرسل آيات الكون ليخوف العباد. آيات الكون وتلك الكوارث والمصائب والزلازل وتغير المناخ وما ترتب على ذلك من الفيضانات والأمور العظام، تلك آيات الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يرسل هذه الآيات إلا لحكمة ومقصد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عندما خسف القمر، خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام فزعا وأقبل على الصلاة خوفا من أن يكون ذلك قيام الساعة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرسل هذه الآيات تخويفا لكم، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والاستغفار. فهذه الوقائع التي نشهدها والتي لا تزال تزداد يوما بعد يوم، ويزداد وقعها وآثارها على البشر يوما بعد يوم، ما هي إلا آيات تخويفية يخوفها الله تبارك وتعالى بها عباده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الآيات وهذه الكوارث والمصائب العامة تزداد كلما اقترب الإنسان إلى نهاية الدنيا. كلما اقتربت الساعة كلما تزداد هذه الآيات وهذه الكوارث. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. فلا تقوم الساعة حتى تظهر هذه المظاهر، وظهورها يعني زيادتها وكثرتها. وكلما يقترب الإنسان أو تقترب هذه الدنيا من النهاية كلما تزداد هذه الآيات.
جاء في مسند أحمد من حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال قائل: يا رسول الله، يعني سأله سائل: هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ يعني هذا الطعام من السماء بأي إناء كان فيه؟ بماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمسخنة. والمسخنة هو القدر الذي يسخن به الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: بمسخنة. قالوا: يا رسول الله، هل كان فيها فضل عنك؟ يعني بعدما أكلت الطعام هل بقي فضل عنك؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، ماذا فعل بهذا؟ ماذا فعل بهذا الفضل؟ أين هذا الفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع إلى السماء. عند ذلك حدثهم بحديث، وفيما يأتي من الأمور العظام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوحى إليها: أني مكفوت غير لابث فيكم. المكفوت هو المأخوذ، يعني أني مأخوذ إلى الله، مرفوع إلى الله، غير لابث فيكم، وأنتم غير لابثين بعدي إلا قليلا، بل تلبثون بعدي حتى تقولوا: متى متى؟ يعني تصيبكم الفتن ويظهر الفساد حتى يتمنى الواحد منكم الموت. نعم، تلبثون بعدي حتى تقولوا: متى متى؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وستأتون أفنادا، أي جماعات متفرقين، يفني بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة موتان شديد. ما الموتان؟ هو كثرة الموت، وصفه بالكثرة ثم وصفه بالشدة. بين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. نعم، إذن عند قرب قيام الساعة تكثر الزلازل، ويكثر الخسف، ويكثر المسخ، وتكثر الفيضانات، ويكثر الجب والقحط، ويتغير يتغير المناخ، وتكثر الأمراض، وترتفع الأسعار، وتضيق المعيشة، وتظهر الفتن العامة. هذا هو الخبر، وهذه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، وهذا ما نشاهده اليوم. ولا تزداد هذه الأمور، تزداد يوما بعد يوم. نعم، قبل أسبوعين، إذا نحن بزلزال المغرب الذي أودى بحياة آلاف من الناس، رحم الله المسلمين، ثم بعد ذلك فيضان ليبيا، فيضانات ليبيا التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس،
وقبل ذلك بقليل بأشهر زلزال تركيا الذي أودى بحياة أكثر من 60,000 من الناس. وقبل ذلك المرض والوباء الذي أودى بحياة ملايين من الناس، ولا تزال تطرى، ولا تزال هذه الحوادث تزداد يوما بعد يوم، والأيام حبلى، الأيام والسنوات القادمة حبلى، الله أعلم ما يأتي. لكن الدلائل تدل على أن العالم قريب إلى النهاية، ولا أحد يستطيع أن يفعل أمام ذلك شيء، لا الدول العظمى ولا الجيوش المعسكرة ولا المال ولا الملوك، لا أحد يستطيع أن يفعل أمام ذلك شيء. هذا دليل واضح على أن هذا العالم يدبره رب الكون، لا تدبره الملوك ولا الدول ولا الإنسان، هذا المخلوق الضعيف. هذه الحوادث أيها الأحبة في الله وهذه الكوارث لها دلالة ولها أسباب، ومن ورائها حكم ومقاصد. لها أسباب، وأسبابها أعظم أسبابها معاصي العباد وفساد الزمان والإلحاد والكفر والمعاصي والشذوذ والقتل والهرج وسائر الفسوق والجرائم، هذه سببها. ولهذا جاء تفسير ذلك في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدي الناس، نعم، في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف هو الذهاب في عمق الأرض، ومسخ تحويل صورة الإنسان إلى صورة أقبح، وقيل تحويل صورة القلوب، وقذف يعني الرمي من السماء بالحجارة وغيرها. يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا ظهر فيكم الخبث. هذا هو السبب. نعم، وفي حديث زينب في صحيح البخاري وغيره: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر فيكم الخبث. إذا ظهرت المعاصي، ظهر الإلحاد، ظهر الظلم، ظهر سفك الدماء بغير حق، ظهر الشذوذ الجنسي والفاحشة واللواط، وأصبح مبدأ تنشره الدول بقوة مالها بالترغيب والترهيب، ماذا تظنون برب هذا الكون تبارك وتعالى؟ نعم، الكون بيد الله، وهو الذي يدبر، هو الذي يفعل ما يشاء، غيره يسأل ولا يسأل، غيره يسأل، أما هو تبارك وتعالى فلا يسأل ولا يعقب لحكمه تبارك وتعالى. نعم، إذا كثر فيكم، إذا ظهر فيكم الخبث. وفي حديث عمران بن حصين في سنن الترمذي أيضا
قال صلى الله عليه وآله وسلم: في آخر الزمان خصف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. القيان جمع قينة، والقينة هي المرأة المغنية، المغنيات الساقطات. نعم، القيان. والمعازف هي آلات اللهو والغناء. وشربت الخمور معروف. إذا ظهرت هذه المعاصي وهذه الجرائم، عند ذلك يظهر ويكثر ويزداد الخصف والمصف والقذف والزلازل وصائر الكوارث والمصائب. إذا عرفنا السبب، ما هو السبب؟ هو المعاصي والجرائم. ما دلالة هذه الحوادث؟ دلالتها أولا آية من آيات الله تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وثانيا تخويف من الله لعباده حتى يتغيروا، حتى يتبدلوا، حتى يتوبوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نعم، لولا تضرعوا وتابوا ورجعوا إلى الله وغيروا أحوالهم ليغير الله تبارك وتعالى. هذه دلالتها. ودلالة أخرى دليل على قرب قيام الساعة ونهاية العالم. فهذه آيات دالة ولها أسبابها. ما مقاصدها؟ ما المقصود وراء ذلك؟ الله تبارك وتعالى له وراء ذلك مقاصد كثيرة، ومنها تذكير العباد ليعودوا ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ عام، أعوام، في كل عام مرات ومرات، ومصائب وكوارث متنوعة تحدث في الكون. ولتسأل أيها العبد، هل أنت بمنأى؟ هل نحن بمأمن من هذه الكوارث؟ لا، أبدا، لا أحد في مأمن، إذ لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى إلا القوم الخاسرون. قد تصيبك في أي لحظة، قد تخصف الأرض، قد يحدث التنازل، قد تحدث الزلازل، أكثر من ذلك. عم العالم ما يسمى غلاء الأسعار وضيق المعيشة، الكل يشتكي، الدول العظمى تشتكي، الدول الغنية تشتكي، والفقير تسقط. نعم، المصيبة عمت، المصيبة عمت، والكفار وأتباع الكفار قد لا يفهمون كثيرا من هذه المقاصد، مقاصد الله تبارك وتعالى وراء هذه الحوادث، فيعللون بعلل بسيطة، يقولون: تغير المناخ، فلا بد من عقد الاجتماعات لوجود الحلول من هذا الأمر الذي هو يوشك على أو ينذر بأمر خطير. لكن نحن والحمد لله، نحن المسلمين بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا قبل 1400 سنة دلائل هذه الكوارث وما وراءها من الحكم وأسبابها ببينات من كتاب الله ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.